بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثامن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية، الأفعال المتصرفة والأفعال الجامدة، الجزء الأول. تعالوا في البداية نتعرف أهداف الدرس. الهدف الأول تعرف الأفعال المتصرفة والأفعال الجامدة. الهدف الثاني التمييز بين الأفعال المتصرفة والأفعال الجامدة. والآن تعالوا نقرأ معا هذه الفقرة. أرسل أب إلى ابنه رسالة يقول فيها: أي بني، لا تنزعج من كثرة سؤالي عنك ونصحي لك، فسيأتي اليوم الذي ترى فيه ثمرة ذلك النصح، لأني بلغت من العمر ما بلغت، وعرفت من الناس ما عرفت، فلا تغترن بالحياة، فنحن نبدأ فيها مغمورين، ثم نمسي مقبورين، وبعد ذلك إما أن نكون مسرورين أو أن نكون مقهورين. فاعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أمثلة أخرى، قال الله تعالى: نعم العبد إنه أواب. وقال الشاعر النابغة الذبياني: حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. وقال هدبة العذري: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. إذا تأملتم يا أبنائي هذه الفقرة ستجدون فيها الكلمات الملونة، منها ما لون بالأخضر مثل أرسل، بلغت، عرفت، اعمل، وأفعالا أخرى ملونة باللون الأحمر: نعم، ليس، عسى. وهذا ما سنعرفه معا إن شاء الله. والآن تعالوا يا أبنائي نكمل هذا الجدول. سنجد الفعل أرسل وهو فعل ماض. هل نستطيع أن نأتي بالمضارع منه؟ أرسل، يرسل، أحسنتم. وما الأمر منه؟ أرسل، بارك الله فيك. بلغت، ما مضارعه؟ يبلغ، والأمر منه أبلغ، بارك الله فيك. عرفت، ما مضارعه؟ يعرف، والأمر منه أعرف. أما في الفعل الأخير اعمل فقد جاء على صورة الأمر، فهل نستطيع أن نأتي بالماضي والمضارع منه؟ اعمل، الماضي منه عمل، والمضارع يعمل. أحسنتم. فكما ترون يا أبنائي أن الفعل أرسل أتينا بمضارعه وأتينا بالأمر، وكذلك بلغت وعرفت وعمل. وهذا النوع من الأفعال نسميها الأفعال المتصرفة. إذن الفعل المتصرف هو الفعل الذي يأتي في صورة الماضي والمضارع والأمر. أما الأفعال الملونة باللون الأحمر في الفقرة مثل نعمة وليس وعسى، فهي أفعال تلزم صورة واحدة، فلا نستطيع أن نأتي بالمضارع ولا الأمر منها، ولذلك فهي تسمى أفعالا جامدة. إذن الفعل يا أبنائي ينقسم من حيث التصرف والجمود إلى نوعين: الفعل المتصرف
وهو الذي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، مثل سار، كتب، نام، بكى. فالمضارع على الترتيب يسير، يكتب، ينام، يبكي. الأمر منه سر، اكتب، نم، ابكي. أما النوع الثاني وهو الفعل الجامد فهو يلزم صورة واحدة لا تتغير، ويأتي الماضي فقط منه، مثل هذه الأفعال: نعمة للمدح، وبئس التي تفيد الذم، وعسى للرجاء وليس للنفي، وخلا وعدا للاستثناء. هل تستطيع أن تأتي بالمضارع والأمر من هذه الأفعال؟ أحسنت، المضارع لا يأتي وكذلك الأمر. إذا نقول عن هذا النوع من الأفعال أنها أفعال جامدة. إذا القاعدة تقول: ينقسم الفعل إلى فعل متصرف وفعل جامد. أولا، الفعل المتصرف هو الذي لا يلزم صورة واحدة فيأتي منه الماضي والمضارع والأمر، نحو فهم، حلل، دحرج، انتصر، استولى، ويسمى هذا النوع تام التصرف. ثانيا، الفعل الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة لا تتغير، مثل ليس، وعسى، ونعم، وبئس، وخلا، وعدا. بارك الله فيكم يا أبنائي. هناك أفعال متصرفة جزئيا أو ناقصة التصريف، فلا يأتي منها إلا الماضي والمضارع، مثل ما برح، ما فتئ، من فك، كاد، أوشك. فهذا النوع نأتي منه بالمضارع فقط، ولا نستطيع أن نأتي بالأمر منه، فهو متصرف ولكنه تصرف ناقص. المضارع: ما يبرح، ما يفتأ، ما ينفك، يكاد، يوشك. هل تستطيع أن تأتي بالأمر؟ لا يأتي فعل الأمر، ولذلك فهي أفعال ناقصة التصرف. والآن يا أبنائي سنجيب عن هذا التدريب معا. افتح كتابك على الصفحة 28، ستجد مجموعة من الجمل وفي كل جملة منها فعل، وعليك أن تحدد نوع هذا الفعل، أمتصرف هو أم جامد. صنع الطفل طائرة ورقية. الفعل صنع، نريد أن نعرف نوعه، سنأتي منه بالمضارع والأمر: صنع، يصنع، اصنع، فهو فعل متصرف. أحسنت. تعلم أيها الشاب المعارف والعلوم. الفعل تعلم ما نوعه؟ أماض هو أم مضارع أم أمر؟ أمر. هل تستطيع أن تأتي بالماضي والمضارع منه؟ تعلم، يتعلم، إذن هو متصرف. أحسنت. وفي الجملة الثالثة: ليس الرياء أمرا محمودا. الفعل ليس، أتستطيع أن تأتي بالمضارع منه أو الأمر؟ لن نستطيع أن نأتي بذلك، ولذلك فهو فعل جامد. أنت رائع. نعمت الأسرة بخيرات الله تعالى. وفي الجملة الخامسة: نعم خلقا الوفاء بالعهد. انتبه بارك الله فيك للفرق بين هذين الفعلين. فالفعل نعم في الجملة الرابعة نستطيع أن نأتي بالماضي والمضارع والأمر منه، نقول: نعمت الأسرة بخيرات الله، أنت تنعم بخيرات الله، انعم بخيرات الله تعالى عليك. أما في الجملة الخامسة
فلن نستطيع أن نأتي بالمضارع والأمر منه. نكون عن الفعل نعمت في الجملة الرابعة أنه متصرف، أما الفعل نعمة في الجملة الخامسة فهو جامد لأنه يفيد المدح، ولا نستطيع أن نأتي بالماضي والمضارع والأمر منه. والآن اقرأ هذه الفقرة لتجيب عن السؤال الذي يليها. عد إلى الفقرة الأولى بالنص إلى ولدي واستخرج فعلا متصرفا وآخر جامدا. أحسنت، الفعل المتصرف مثل أريد، أقيم، تسمع، يريدون، يجني. أما الفعل الجامد فهو ليس في السطر الأول. بارك الله فيك. وفي هذا التدريب الأخير حدد الآية الكريمة التي تحوي فعلا جامدا فيما يأتي. أسمعك تقول عسى في الآية الثالثة، وهي إجابة صحيحة. بارك الله فيكم يا أبنائي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعلى أمل في اللقاء القادم بكم إن شاء الله لنستكمل معا هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.